زيت المائدة هذا واحد النوع من الزيوت اللي شفنا بعض الصور ديالو، لكن الزيت اللي كيستهلكوا المغاربة كاملين واللي موجود الأثمان ديالو بقات لم ترتفع، بل الارتفاع الأخير كان هذه واحد شهور، ولكن الآن تقريبا كان هذه واحد شهر بالضبط. لكن هذه المواد هذه كتعرف حسب الجوده، حسب الماده اللي داخله فيها، حسب كذا. لكن على اكبر تقدير، اذا سمحتي لي نعطيك الاسعار. فالسعر ديال هذه الماده هذه بقى تقريبا في حدود واحد 18 ديال الدرهم اللتر بشكل عام. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.